السلام عليكم واهلا وسهلا بكم في سيده الدار سلسله المطبخ. الحلقه اليوم على المعلكه بالكاوكاو اللي كتعجب الجميع. انتظروني باش نشوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير. والمقادير هما كالتالي: عندي هنا 500 غرام ديال الكاوكاو البلدي دخلته للفرن. جهد اللي كتحيد معنا هاد القشره فقط، يعني كنخليوه بيض ما كيتحمرش باش ما كيتفسش لينا هاد الغريبه. عندي واحد 100 غرام ديال السكر غلاسي سبيسيال ديال الباكيه باش غنفندو هاد الغريبه. عندي 200 غرام ديال السكر الخشن. عندي كيس من الخميره الكيماويه من وزن 8 غرام، جوج معالق كبار عامرين ديال المربى المشماش. عندي هنا جوج حبات ديال البيض. عندي واحد القليل من الماء زهر. هادو هما كل المقادير، انتظروني باش نشوفوا الطريقه ديال التحضير. دابا غنضيف هاد السكر لهاد الكاوكاو وغادي نطحنو مزيان فواحد المونينكس. هذا هو القوام ديال الكاوكاو من بعد ما طحنتو، كما كتلاحظوا. دابا غادي نضيف ليه هاد جوج حبات ديال البيض والكونفيتور وفي الاخر الخميره. بالنسبه للبيض الا كان صغير ممكن نضيفوا ليه واحد نصف بيضه اخرى، يعني نبقاو نزيدو حتى تتعلك معانا. كذلك الا كان البيض كبير نقصوا منه، ديروا حبه بحبه حتى نوصلوا للقوام اللي بغينا. كما كتلاحظوا انا جاني العبار هو هذاك، بدات كتجمع معايا. دابا غنخليها واحد 5 دقائق حتى 10 دقائق ترتاح، عاد غادي نكورها. من بعد ما تحت لينا هاد الغريبه ديالنا، دابا غادي ندير يدي في الماء زهر غنكورها ونديرها في هاد السكر كلاصي. غنعملها في واحد الطبسي اللي غيدخل الفران، غنكون عملت فوق منه هذاك الورق ديال الزبده باش ما تلصقليش. نعمل الحبات من بعدين باش ملي تحل ما تلصقوش ليا بجوج. هاد الغريبه كتجي غزاله بالنسبه للناس اللي ما كيبغيوش الفورس او الدقيق الابيض او عندهم الحساسيه منه، فهاد الغريبه كيسهلكوها بزاف. بزاف الناس كيسولوني عليها اللي عندهم مشاكل مع الدقيق. نكمل هاد الكميه كلها ونتلاقاو
بعد من نعمر هذاك الطبسيل. هذه الحلوه ديالي من بعد ما ساليتها دابا غادي ندخلها للفران اللي سخنته من قبل على درجه حراره عاليه. من بعد غادي ندخلها وغادي نقص الحراره حتى 180 درجه. بالنسبه للناس اللي عندهم الفرن ديال الغاز فغادي يعملوا العافيه من الفوق حتى تشق معاهم هاد الغريبه، ومن بعد غادي يطلعوها باش تحمر من التحت. انا غادي ندخلها ونوريكم الشكل النهائي ديالها من بعد ما طيب، خليكم معايا. وصلنا لنهاية الحلقة. هذه الحلوة ديالنا كتوفق ما شاء الله، كتكون مقرمشة من برا ومعلكة جدا من الداخل. كنتمنوا تجربوها وتبعتونا بصورها في التعليق، وكذلك إلى عجبتكم الحلقة ديال اليوم تعملوا جيم. وبالنسبة للزوار الجدد الاشتراك في القناة والضغط على الجرس لتوصلونا بكل ما هو جديد على قناة سيدة الدار، وإلى اللقاء.